فايدة. فحلوة. يقلبها. طيب يلا منصور. يا غراب يا طير يا نجار ما طير خذني وخليك يا غراب يا طير يعني تطلع خمس ولا سادس؟ طلع خمس. أختي طلعت. قديش صار لكم ساكنين هون؟ سنة. لكم سنة؟ طب في الشتاء كيف بتسووا؟ ويا بحطوا المي. أبوك بغطيه بنايلون بس المي بفوت عليكم جوا؟ والله أنا نفسي يا شيخ أنا أدور أقعد لي في غرفتين ومطبخ وحمام وأنا وهالأولاد ونعيش فيهم عيشة هيك قد نقب بقية عمرنا في هالعيشة. جاي موسم مدارس وبتروح على المدرسة ولا بتروحيش؟ طب ايش نفسك ايش نفسك تجهزي؟ خد مدرسة. زي ايش؟ شلت اخواتي وخاف مدرسة كلاب وكلاب محبين كل شيء للمدرسة. وشلت الاولاد بحلو هذول ما بقعدوا على الرمل بقعدوا على الحصيره بقعدوا على الارض حلو انا بدنا يعني واحد يلاقي له يجي يقعد له يلاقي له نتفه نظيفه يقعد فيها نفسي يكون يعني مطار ويكون عندي غرات للمدرسه جبلنا جبلنا جبلنا